السلام عليكم، ذا زير بوي بيج رياكشن. جاناكم ولاد براكسون جديده كرهده ولا واد جديد موجود، بيج رياكشن موجود والفوضى موجوده. وكما وعدناكم الاولاد بخمسه رياكسيونات في نهار اليوم، خمسه رياكسيونات موجودين ونختموا السهريه صاحبي عقب الليل كالعاده ولا واد، فهمتني ولا؟ نهبطوا لكم سكورب، هبط لنا تراك ليجاسي اثير بين قوسين، نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا شنو هي اللغه. مازال في الجديد، مازال نيو نيو بين قوسين الاولاد. بالنسبه لسكورب فيجن راني رياكتيت عليه، راني رياكتيت عليه، كملت الفيديو، جيت باش نهبطو في المونتاج نلقى الصوت ما تسجلليش، الميكرو طلع طافي. افهمني انا شنو حسيت وقتها، باش نعاود نخدمه مره اخرى ونسجله مره اخرى. هاني قلت لك باش نسجله، باش تجي حاجه مانيش كيما انا نحب نخدمها. تعرفوني الاولاد، كانكم بالضبط تعرفوني ما نخدمش حاجه ديجا سامعها، حتى وكان سمعتها في الشارع هكا واحد هبط جديد سمعته في الشارع ما روحش نخدم له برو. تو سامبلومون خاطر ما نجمش، لازمني هي رياكسيون، لازمني حاجه بالزل كي سمعتها باش تخرج سبونتاني كيف ما نقولوا. هذا ما يمنعش الاولاد ما نطولوش عليكم. ليجاسي سكورب، نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا شنو هي اللغه، جاي مش نعملوا جو، جاي مش نتفردوا كيما قلنا لكم الاولاد. حتى وكان نغيبوا عليكم نهاير نرجعوا لكم لمن غدوه ان شاء الله، نعوضوا لكم النهاير هذاك واللي بعده يا برو. كون جيس في الموعد، واحد كسبسكرايب ويلا بينا ليتس جو. سكورب سمعنا عنا قهوة الأولاد، معناها أنا خاصة كان شعل سويقر أنا تو، والله نستمتع، والله عش ليل وقلبي راح بين قند إيقاع، في بيت عندي راب غزال بيقاع، سطر روحي بقيت شعبي موسيقى. في بيت عندي راب غزال بيقاع برو، ما عاد عندي حد شيء في حياتي كان راب برو. واسمع رابور يبدا من كتيبته تعرف اللي فما بشن فما شغفتي، سيب عليك صاحبي كي تسمع وتستمتع برو. بيقاع ايش بيه عندي راب غزال بيقاع، سطر روحي بقيت شعبي موسيقى، مصاحبني برنسيب عهد الاصدقاء. عش ستيل ومالك تاج وليقص، مول ستيل وهالك حليل وليقص، حرب ثقال بحرف نقاط قلم كتاب المآسي، حرب الهم ضد المعازف وحلف شيطان وش مش الغادي، مش الكتيبه، مش عليك في البارز اللي تسمع فيهم، مش عليك في الكتيبه اللي تسمع فيها اللي ما تسمعهاش ديما من عند برشا رابوريتا. مبرو ركز لي انه المواضيع اللي قاعدين يخرجوا وفرض الوقت من كلمات كل شيء تبع الموسيقى، فهمت كيفاش؟ كل شيء تبع الموسيقى ما فرض الوقت يفسر لك في حاجات اخرى جمله. برو هذه الكتيبه اللي حاشنا بها، ركز لي قص مول ستيل وهالك حليل ولي قاسي، حرب ثقال بحرف نقاط قلم كتاب المآسي، حرب الهم ضد المعازف وحلف شيطان وشحال من شر. حرب الهم ضد المعازف يا برو، نحكيو على حروف لهنا، نحكيو على حروف لهنا مبار برو، كي اللي تدخل بعدك ما كي تفهم تستحلى قلم بيان سور تستحلى يعني تشيخ كتاب شيخ على الموسيقى يعني. ستيل وهالك حليل ولي قاسي، حرب ثقال بحرف نقاط قلم كتاب المآسي، حرب الهم ضد المعازف وحلف شيطان وشحال من شر. فيرين في تراك راب فيريل غير سيئات عظام، يما اسيف مازال نوصلها ماسات، الكلمه بحرف عروقي جاست ما اسف ظلمة. برو من الاخر وصل لك كلي تو سامبلومون، انا نعمل في حاجه ونعرف روحي مغروم بها، ما فرض الوقت راني نحس في روحي كيما قاعد نضحي، قاعد نعمل في حاجه خايبه، حاجه مانيش راضي بها. دونك برو لان تفهم كلي علاش قال لك حرب ثقال حروف ونقاط. برو يعني من الاخر راني داخل في حرب حتى في كتيبتي، خاطرني نحارب في حاجه نحس روحي ساعات ما لازمنيش نعملها، ما هذاك اش نعرف نعمل وش نحب نعمل. تي برو اسير في بيت النفس وعزازيل، في بيت النفس عسى تزيد كلمه في اثير، احنا ما عادين كل قافية يجي معها السير، المعنى مع السير من الكاتب ما عادي. تحس الكونتراك بيني وبين الراب قصة حب نار، خلي الورقة جبران في الظلام، نعسل في الكلام عشت في السونتريم، قلم متاع كونترات من التراب للتراب، تحسسكو غراب بغيت نحسسكم راب، الوقت يقصلكم لا راك كرام. وليت نحسسكم راب برو، كي انت تبدا تسربي في راب كيما هكا اكيد تحسسني راب، اكيد باش تهزني للموندو هيك، اكيد باش تفرحني انه فما عباد
مازالت تكتب في الجيم. مناش نحكيو لهنا في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس، نحكيو في العرب بون جينيرال جروب. حاجه تفرح صح، تحسسكم غرابي تنحسسكم راب الوقت يقصلكم لا ركرام. شحال مازالك في الظلام تفدك في الدرام، بالدروس تلحن في الكلام تغرق في الغرام. لحن في الكلام تغرق في الغرام، يعني احكي لك انت كي تلحن في الكلام فاش تعمل؟ ممكن اللي تسربي في غرام وحب وكذا صاحبي، دوك افصل كيفاش جوست هو فسرها لك. تفدك في الدرام بالدروس تلحن في الكلام تغرق في الغرام. ها مازال تفرغ لك في الحرام، عايز تغرك الدرام اكرام اكرام. يا لطيف وقت مول النيف حار وين يعيش له بالقوم اراضي في قحط تعيش بين اعجمي واعرابي لتحت. يا لطيف بيني وبين كلمات في كتاب عربي. يا ربي صعب الحال يوم اخوات المنابير منابير جهلوا الف مالاديف جيل الف قلب عاش مقانع مراضي بمرضو حلف كفا. برشا برشا عبيد مش راضي، برشا الجيل اللي طالع واللي بعده واللي بعد بعده كيف كيف مش راضي برو. كلي ما تجم تلجم ما تجمش تلوم عليهم، خاطر بالرسمي هي المشكله في الجيل نتاعك الثمانينات فهمتني، ولا الوالدين هذوك ما هما اللي مسيبين برشا صاحبي صغارهم. خاطر كي تجي تشوف ترقى غشير صغير عمره 10 سنين ولا حتى 6 سنين، انت من 5 سنين يا برو تلقاه كلي يعطيه تليفون خليه يتفرج في اللي يحب يتفرج فيه جوست باش انا نتلهى بروحي ونركش على روحي. دونك هكاك الوالدين كيفاش ولاو، اللي هي حاجه كيما نقولوا كلي منعنا منها صاحبي، خاطر ما تو سامبلومون غالطة تربية هكاك اوتوماتيكمون يخلط لك 15 سنة يعرف برشا حاجات وكلنا نعرفوا الانترنت شت سربي. دونك موضوع طويل برشا اما كلنا نعرفوا حقيقته برو تو سامبلومون. عرضوا بين قرابين يا ربي الناس دي الدنيا فرادي، رفضوا الدين حفضوا الديس نشروا الشرف أراضين. يا ربي عرجوا في طريق افتراضين، عرجوا سطروا الحق في سراديب وما عادش على الصراط المستقيم. ما عادش تتوى زدت تشك انت تقول له الكلمه هذيك برك يقول لك شنو هي هذه اش تقصد يعني فاش شنو تحب تفسر لي برو. رانا وصلنا لمرحله هيك، رانا ديما نحكيو في الموضوع ما رانا وصلنا للمرحله هيك وزياده برو. كل شيء ولا عادي برو، كل شيء ولا عادي، اي حاجه حرام عادي برو. دي وقتك 2024 عايش تشبيه، اما كي تجي تشوف فرد الوقت اي واحد يعمل في الحليل ولا ماشي على الطريق المستقيم غريب هيك ولا توصلنا يعني فهمت وين وصلنا برو. صح نفهمك نفهمك انا نفهمك برو ونفهم اللي ما فهمش واللي فاهم ديجا تفهمني هو في الكومنتيرات فهمت. مخنا مخاخنا تفهمك برو، خاطر كان انت ديب احنا نغرقوا معاك صح. مخك عما ما تفهمنيش خسارة ديب، ها بارك خسارة ديب خساره ديب. إيه. جيت نوصل بيت قصيد في وقت وبيت قصير، جيت نوصل بيت قصيد لقيت مصير الحكمه ومول الريشه غريب عصيب. بغيت نهدم واش بنيت قصور مالقري عيد قصيد، الدنيا معاها جامي لقيت وسيط عليت قريت نصوص عن الناس. الدنيا معاها جامي لقيت وسيط برو، ماكش تلقى وسيط، تلقى روحك ديما في الدنيا وحدك يا برو، معاك يا ربي سبحانه. دونك تعرف على شنو تعول بالضبط راك صدقني باش توصل وين ما تحب توصل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه برو ليريكلي السيد يمتعك برو، يمتعك شعلينا في الفايب خويا، مانيش نحكي لك فايب نحكي لك ليريكلي. يعني قلت لك ساعات كي يبدا رابور يلزك باش تركز معاه ليريكلي وكل كلمه لازمك تفسرها ولا كي نفسر الاولاد راني مانيش نفسر لكم ليكم انتوما بارك، راني نفسر روحي. ساعات باش نستوعب باش نفهم البار شنو قال نقولوا ونستوعب انا بيدي صاحبي، اما فرد الوقت يخليك غاطس حرفيا صاحبي. لقيت وصيل اللي تقريت نصوص عن الناس في الفن، رقيت اصول مقيم لا سورس فقيه بقيت اصيل. لا حول ولا قوة الا بالله. اخي بحاجة في التراك هذيا اللي كرزت لي برشا من اللي بديت تراك، اللي هي تراك قصير. تراك كيما هكا ما لازموش قصير يا سكوربو خي، راهو كتيبة كيما هكا برو هبط 5 دقائق 6 دقائق. انا ناكد لك نضمن لك اللي العباد مش تقلق برو، ناكد لك ونضمن لك بيان سور العباد اللي تفهم موزيكا واللي تتعمق مع الرابور شنو يحب يوصل لك.
راي مش باش تقلك جمله، بالعكس اللي باش تفهم اللي العباد اللي قاعده تتبع فيك وديما تتبع فيك راهم هذوك ما بالرسمي يفهموا فاش قاعد تحكي. برو دقيقتين محسوبه 3 دقائق اللي هي سافاك تجي تشوف راهو وفرت الوقت حاجه يدي تاع 5 دقائق 6 دقائق يدي مش تستمتع تتعدي ليله مش عاديه برو. وباز اون ريبيت خاطر انا متاكد على قد ما فسرت وعلى قد ما فهمت فما دي بارزك اللي ويت تعديه فوق راسي شويه مش مشكلش نعاودوا نسمعوا ونفهموا الاولاد. وكان انتم ما فهمتوا حاجه انا ما فهمتهاش حطوا لنا في الكومنتات هذا ما يمنعش. سكورب ليجاسي الحمد لله مره هذه الميكرو سجل جونا احلى جو دونك رياكسيون ان شاء الله طابت لكم الاولاد ان شاء الله تعجبكم فرد الوقت. سكورب يقوم بالمهمه نتاعو مره اخرى. الرابور هذا من الرابورات كل القلائل اللي ديما تتوقع تو سامبلومون باش يهبط لك حاجه فاير ديما تتوقع يدي عنده فلسفه وحدها نتاعو عنده ايجو ماهوش عادي عنده يخدم لك فايب يخدم لك كيف كيف حتى في البيفيت ترقاه موجود كلاشيت كل شيء موجود. ديما تتوقعش تسمع حاجه هارد باش تمشي معاها خاصه ليريكلي يعجبني من اكثر رابورات ليريكلي واللي حتى وكان يعني مش بالتونسي اما نتفاهم برو لازمك تفهم بالصفه عليك تو سامبلومون. هذا ما يمنعش الاولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنساوش ارائكم كومنتاتكم دليلكم اجواءكم السبسكرايب تاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتر رياكشن 22 مينيسكول. الاولاد يرحم والديكم على مساجاتكم الحلوه على بعضه صاحبي قاعد نجاوب في الناس كله باللي نقدروش نقعد ديما هكاكا اما يرحم والديكم على مساجاتكم التشجيعيه اللي برو ما تستحقش باش تقول لي هكاكا ما راك قلت لي هكاكا خاطر بالرسمي قلبك باهي خاطر بالرسمي اللي تعرف اللي كي تشجع انسان بكلمه حتى وكان ربي يوفقك. يجي لي عباد في المساجات في الانستغرام برو ان شاء الله ربي يفرحك ان شاء الله توصل وين تحب هكاك من غير حتى سبب لا نعرف ولا يعرفني كان في اليوتيوب كان في الفيديوهات برو هذه تفهم اللي فما بيد قلوبها ياسر محليها اخويا وان شاء الله ديما هكاك ان شاء الله ديما نفرحكم وان شاء الله ديما الخدمه موجوده وديما ماخو بخاطركم كونوا ديما موجودين مافيا ان شاء الله ديما عاملين جو ان شاء الله نزيدوا نكبروا كعائله صاحبي ونسربيو حاجات اخرى ان شاء الله في اقرب وقت الاولاد وكالعاده كل شيء في وقته حلو صاحبي نعرف اللي عنده مديدة اما اصبر وش عليك يا برو هذا ما يمنعش ما نسيوش موضوع العادة موضوع اهم قضية فلسطين يا اخوتنا فلسطين ذكروا بالقضية ندعموها باللي نقدروا تحيا فلسطين دائما وابدا الاولاد عندكم تيك توك بخشيش كل شيء موجود بيج رياكشن موجود نسيت ما قلتيش هذه قبيلي دونك تحب تفرج في تيك توك فيديوهات قصار كيف كيف موجود غادي ومرحبا بالناس الكل نتقابلوا في اقرب وقت ممكن بيس يا الرجل